لو جينا مثلا عايزين نجيب الديريفت بتاع دي y equal to x power 3 root x plus 4 over q root x power 2 plus 2 over x power 3. طب الديريفتيف نجيبها ازاي؟ قبل ما نجيب الديريفتيف لازم اعمل تعديل الاول في الحاجات اللي مش متعدله دي. طب هتعدلها ازاي؟ قال لك اه، ما هو الروت اكس دي انا عارف ان هي كانت اكس بار هاف. طب لو هي كيوبك روت اكس كانت اكس باور 1 اوفر 3، طب جت منين؟ بناخد اللي جوه على اللي بره، يعني كان في هنا باور 1 وفي بره 3، فباخد 1 اوفر 3. طيب طب افرض جايه زي كيوبك روت 2 اوفر 3، كيوبك روت اكس باور 2 دي كده اهي، نشيل الروت خالص، كانت اكس باور 2 اوفر 3 اللي جوه على اللي بره 2 اوفر 3. طب لو جايه دينومينيتور، يعني جايه مثلا زي 2 اوفر اكس باور 3 دي، او 1 اوفر اكس باور 3 مثلا، قال لك اه دي بتطلع فوق جنب الـ جنب ال 1، بس تبقى الباور بتاعتها نيجاتيف، تبقى الباور بتاعتها نيجاتيف. طيب طب اما اجي ابص على الحاجات اللي هو جايبها، يبقى دي روت اكس دي هتبقى اكس باور هاف. انا هعدل شكلها الاول، يعني هسيب دي زي ما هي، روت اكس دي هيبقى اكس باور هاف، يعني لازم اعدل شكلها، انا اخليها عباره عن باور. طب دي ممكن اخد دي على جنب كده اعملها 4 اوفر كيوبك روت اكس باور 2. اه دي فيها تعديلين، التعديل الاولاني ان دي كانت اكس باور 2 اوفر 3 اللي جوه على بره كده، شلنا الروت. التعديل الثاني ان دي لازم تطلع فوق جنب 4، تبقى 4 اكس باور نيجاتيف 2 اوفر 3. يبقى اتعدلت الاول الروت، خليت شلت روت وخدت اللي جوه على اللي بره. رجعت تاني، طالما ده في الدينومينيتور اطلعه فوق جنب 4، يبقى 4 اكس باور نيجاتيف 2 اوفر 3. يبقى ده كده التعديل بتاعتها كده 4 اكس باور نيجاتيف 2 اوفر 3. طب بالنسبه ل 2 اوفر اكس باور 3 دي فيها تعديل واحد، انا مش عايز دي تكون تحت، خلاص طلعها فوق جنب ال 2، تبقى 2 باور 2 اكس باور نيجاتيف 3. طالما طلعت فوق جنب ال 2 تغير الساين بتاعت الباور بتاعتي. طب كويس جدا. طب نيجي نبص بقى دلوقتي، يبقى دي عباره عن 2 اكس باور نيجاتيف. نطبق بقى الشغل بتاع الدريفت، انا كل ده ما عملش دريفت، انا عدلت منظرها بس. نطبق الشغل بتاع الدريفت، نبتدي نكتب دي واي اوفر دي اكس، او نكتب واي داش، او نكتب اف داش واكس، ونبتدي نشتغل بقى. ايه الستبس بتاعتي؟ انا بعمل 3 تايمز 2 يبقى 6، اكتب الاكس وانقص منها 1، انقص من الباور 1. طب هنا كان في 1، هعمل هاف تايمز نيجاتيف 1 يدي نيجاتيف هاف، اكتب الاكس وانقص من الباور دي 1. انا الهاف لو انا نقصت منه 1، لو عملت هاف ماينس 1 هيديني نيجاتيف 4. طب هنا نيجاتيف 2 اوفر 3 هعملها تايمز 4 على الكالكوليتر، هتديني نيجاتيف 8 اوفر 3، مفيش داعي اكتب البوست ده، هكتب على طول نيجاتيف 8 اوفر 3، واكتب الاكس وانقص من دي 1، يعني اكتب على الكالكوليتر نيجاتيف 2 اوفر 3 ماينس 1، نيجاتيف 2 اوفر 3 كده ماينس 1، الاقي الكالكوليتر قالت لي نيجاتيف 5 اوفر 3. طب بالنسبه لدي هعمل نيجاتيف 3 تايمز 2 ايكوال نيجاتيف 6، واكتب الاكس واعمل النيجاتيف 3 ماينس 1 هتديني نيجاتيف 4. المفروض ان المساله كده خلصت، المفروض المساله كده خلصت. ولو قال لي ات اكس ايكوال 1 او ات اكس ايكوال 2، نعمل سبستيتيوشن عن الاكس دي 1 او 2 او كده، يعني نشيل الاكس ونحط بداله بس في براكت 1 او 2 حسب ما هو يقول. طيب في ناس بقى يظبطها اكتر من كده، ازاي؟ يقوم قايل ايه، هي المفروض خلصت على كده، بس ساعات بيكون جاي لي يعني مطلوب مني ان اظبطها اكتر من كده او سمبليفايد اكتر من كده. ازاي؟ اهو ال 6 اكس باور 2 ما فيهاش حاجه. طيب الاكس باور نيجاتيف هاف دي عباره عن ايه؟ طالما دي اكس باور نيجاتيف هاف، انا لو نزلتها تحت هتبقى اكس باور هاف، يعني انا لو نزلتها تحت جنب ال 2 بقت اكس باور هاف. طب امال انت ليه طلعتها من الاول؟ انا طلعتها من الاول عشان اعرف اعمل ديريفيتيف اللي هو هاف تايمز 1، بعدين اكتب الاكس وانقص 1. لكن انا خلصت مسالتي برجع كل حاجه لاصلها، يفضل ارجع كل حاجه لاصلها. طيب فدي اصلا اكس بار نيجاتيف هاف، خلاص تنزل تحت بقت اكس بار هاف. طب ما هي لما اكس بار هاف، احنا عارفين ان الاكس بار هاف كانت اصلا روت اكس، يعني انا ممكن اكس بار هاف دي احولها لايه؟ لروت اكس. يبقى انا كده عدلت منظر دي بالمنظر ده. طب نيجي على دي، دي نيجاتيف 8 اوفر 3، المفروض اكس بار نيجاتيف 5 اوفر 3 دي تنزل جنبها تحت هنا كده اهي، اكس باور 5 اوفر 3. طب ما احنا عارفين ان طالما الباور فراكشن كده، دي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن ان الاكس اهي وعليها علامه روت،
و5 اوفر 3 دي يعني ال5 كانت جوه وال3 كانت بره، يعني كانت كيوب روت اكس باور 5. طيب نيجي على اخر واحده نيجاتيف 6 اهي، دي طالما الباور نيجاتيف تنزل تحت يبقى اكس باور 4، ويبقى كده ده اخر يعني ايه ذا فاينل سيمبليفيكيشن فور ذيس بروبلم، يعني دي اخر يعني سيمبليفاي ده ان انا خليتها بالمنظر ده. نفرض ده جاب لي تو فانكشنز تايمز بعد كده وبيقول لي اعمل لي ديريفيتيف. قال لك بقى ايه؟ احنا زمان كنا بنقعد ناخد ده نعمله تايمز الاثنين دول، ونرجع ناخد الترم ده نعمله تايمز دول، ونرجع ناخد ده نعمله تايمز دول. قال لك لا، في الديريفيتيف مش شرط تعمل كده، لو عملت كده صح بس مش شرط. امال نعمل ايه؟ ده انا دلوقتي عندي ادي فانكشن وادي الثانيه. طيب نعمل ايه في الديريفيتيف؟ قال لك انت ممكن تعمل ديريفيتيف مباشره، بس هتعمل لي ايه؟ اول ما تبدا المساله ارسم لي فور براكتس اهو كده بلس كمان تو براكتس، يبقى بعمل تو براكتس، هي جايه لي تو براكتس، اعملها تو براكتس بلس تو براكتس في الديريفيتيف. طب هتعمل ايه في التو براكتس دول؟ قال لك هنعمل ديريفيتيف جديد وننزل دي زي ما هي، يعني هننزل دي زي ما هي 2x باور 4 ماينس 3x، وهنعمل ديريفيتيف. طب اما بنعمل ديريفيتيف دي يعني ايه؟ بنعمل الثري ستيبس بتوعنا اللي هو 3 تايمز 1 ايكوال 3، اكتب الاكس انقص الباور 1 بقت 2. طب بالنسبه للي فيها اكس بس قلنا بنشيل الاكس بتاعتها بلس 2. طب بالنسبه للي ما فيهاش اكس خالص اللي هي 5 مشيت خالص بزيرو ما بتتكتبش، يبقى انا عملت ديريفيتيف للاولى ونزلت الثانيه. طيب بعد البلس هنعكس الكلام، هننزل الاولى مش هنعمل لها حاجه، وهنعمل ديريفيتيف للثانيه، يعني احنا شغالين بنبدل عليهم، الاول عملنا ديريفيتيف دي ونزلنا دي زي ما هي عادي، بعد البلس نبتدي دي ننزلها عادي ونعمل ديريفيتيف للثانيه. طيب اما اجي اعمل ديريفيتيف دي هنمشي 3 ستيبس 4 تايمز 2 8، هنزل الاكس انقص 1 يبقى 3. طب هنا دي 3 اكس هنشيل الاكس بتاعتي ماينس 3، وتبقى خلصت المساله بتاعتي على كده، يبقى انا عملت ايه؟ عملت ديليفري. طب نفرض جاب لي التو فانكشنز فوق بعض اوفر كده يعني ديفايد، هنعمل نفس الكلام، دي كانها الاولى ودي الثانيه، برضه هنعمل ديريفيتيف لدي ونسيب دي، ونرجع نبدل نعمل ديريفيتيف دي ونسيب دي زي ما عملنا هنا بالظبط. بس ايه الجديد بقى؟ ان رسمه البراكتس بتاعتي هتبقى عامله ازاي؟ مش هيبقوا بقى فور براكتس زي دول، لا ده هيبقى 5 براكتس، يعني اتنين كده وبقت ماينس مش بلس، يبقى الديفايد ماينس. نعلمها حتى الاحظ ان علامه التايمز بتبقى شكل علامه البلس، وعلامه الديفايد شكل علامه الماينس، يبقى لما تكون المساله جايه تايمز يعني جنب بعضهم كده نعمل بلس، لما تكون جايه ديفايد نعمل ماينس. طب الماينس ايه؟ برضو كمان تو براكتس اهو، وتحت بقى براكت عليه باور 2، تحت براكت عليه باور 2، يبقى الملتبلاي او التايمز 4 براكتس، لكن دي 5 براكتس. طب هنعمل ايه؟ نفس اللي عملناه، هنعمل ديريفيتيف دي ونسيب دي زي ما هي اهي. يعني في حتى ناس يقول لك ايه، طالما انت هتسيب دي زي ما هي اكتبها الاول قبل ما انساها. طيب وانت عايز تعمل ايه؟ ديريفيتيف دي برضه 3 تايمز 1 ب 3 اكس ناقص الباور 1 يبقى 2، 2 اكس هتبقى 2. طيب هرجع بقى في البراكت الثاني هعمل ايه؟ هقوم سايب، انا العاول عملت دي وسبت دي، نبدل بقى نسيب دي مكانها زي ما هي ونعمل ديريفيتيف للثانيه 4 تايمز 2 اكس 8 اكس باور 3 ناقص الباور 1 وبعدين ماينس 3. طب تحت في البراكت اللي عليه باور 2 ده ايه بقى؟ قال لك الدينومينيتور زي ما هو، ما تعملوش ديريفيتيف زي ما هو، انقله بس عليه باور 2 زي ما هو بالظبط وعليه باور 2 واسيبها على كده وتمشي صح. ساعات بيطلب مني ان افك البراكتس دي، والفك مش سهل مش صعب، يعني همسك ال 3 اكس باور 2 اعملها مره تايمز ده ومره تايمز ده، ارجع امسك ال 2 اعملها مره تايمز ده ومره تايمز ده، نفس القصه هنا همسك الاكس باور 3 اعملها مره تايمز ده ومره تايمز ده، ال 2 اكس مره تايمز ده ومره تايمز ده، ال 5 تايمز ده وده، ونرجع في الاخر بقى نجمع اللايك تيرمز. بس هو غالبا لو انا سبتها كده بايه بتبقى صح. ده النوع الثالث بقى، نلاقي براكت وعليه باور،
طب نعمل ايه في البراكت وعليه باور ده؟ قال لك بسيطة جدا، هنشغله الشغل العادي اللي كنا بنشتغله اللي هو ايه؟ اللي هو كنا بنعمل واي اوفر دي اكس. احنا لما كان بيجي لنا سيبنا بالمسألة الكبيرة دي، لما كانت بتجي لنا 2 اكس باور 10 انا كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل ال 10 تايمز ال 2 ب 20، برجع اكتب الاكس وانقص من باور 1، ده اللي بنعمله في العادي. هنعمل الكلام ده هنا 10 تايمز 2 ب 20، برجع اكتب الاكس، بس احنا عندنا هنا بدل الاكس بقى جاي لنا ايه؟ جاي لنا البراكت الضخم ده، خلاص يبقى اكتب البراكت زي ما هو ونقص الباور بتاعته وخليها 9. طب هل معقوله المساله الكبيره دي تتعامل معامله المساله البسيطه دي؟ قال لك لا، هنعمل ستيب زياده. ايه الستيب زياده؟ اقوم فاتح براكت جنبها هنا كده وابتدي اعمل ديريفاتيف للي جوه البراكت ده. يعني هي ماشيه في الاول زي المساله البسيطه دي اللي هو الباور تايمز الكوفيشنت، بعد كده بكتب اكس وناقص الباور 1، بعد كده بتزيد حته صغيره اللي هي ايه بقى؟ ان انا اعمل ديريفاتيف ده. طب نعمل ديريفاتيف ده كده 3 تايمز 4 ب 12، اكس باور 2 ناقص الباور 1، ال2 اكس هتشيل الاكس بتاعتها وماينس 2، ال7 هتشال خالص لان ما فيهاش اكس، وتبقى المساله خلصت عادي. في ناس بقى بعد ما يخلص يقوم قايل ايه؟ طب ما ال 20 اللي بره دي انا ممكن مش هقدر اعملها تايمز البراكت ده عشان عليه باور 9، بس انا ممكن اخدها اعملها تايمز البراكت ده، مش غلط لو سبت المساله كده صح. طب في ناس بقى ايه بيزودها يقوم عامل ده تايمز البراكت ده. طب لما يجي يعمل 20 تايمز البراكت ده بتتعمل تايمز الاولاني وتايمز الثاني، 20 تايمز 12 هتدي له 240 اكس بار 2، و20 تايمز نيجاتيف 2 تدي له نيجاتيف 40، بس خلاها في البراكت بقى ليه؟ عشان لسه في البراكت اللي عليه باور 9 ده، ما احنا ما بننساهوش بقى، ده اساسي بلس 7 اول تو ذا باور، اول تو ذا باور، وابقى انا كده ايه خلصت المساله بتاعتي. بس لو سبتها حد انا صح ولو كملت الستيب دي يبقى انا كده ايه يعني ظبطتها اكتر. يعني عايزين نحل دي برضو، كان النوع الاولاني دي عاديه جدا، عاديه جدا يعني ايه؟ يعني كل واحد مع نفسه، دي لا تايمز ولا ديفايد ولا اي حاجه، كل واحد مع نفسه. يعني كل واحد مع نفسه يعني هاجي دي واي على دي اكس، بس قبل ما اعمل دي واي على دي اكس لازم اتاكد ان كل التيرمز اللي عندي متعدله. يعني ايه متعدله؟ يعني ده عليه باور عادي وده عليه باور عادي، لكن ده مش عادي ده روت، وده مش عادي ده باور بس تحت. لا لازم نظبط الاثنين دول الاول، فارجع اكتب مسالتي تاني كده بالتظبيط بقى، نسيب ده زي ما هو. واحد يقول لك طب مش هتعمل ده تايمز ده وتنقص الباور؟ لا مش دلوقتي، احنا بس بنظبطهم كلهم الاول، اللي متظبط ننزله زي ما هو اهو، على بس ما نظبط شكل دول. لما نظبط شكل دول نبقى ماشيين كلهم مع بعض بقى دريفت، اللي هو الكوفيشنت تايمز الباور وناقص الباور وكده. طب هتظبط شكل ده ازاي؟ هقول له اه بسيطه، ده روت اكس، ده كانت اكس باور اوف كده شكله ظبط اكس على باور. طب ده شكله مش مظبوط ليه؟ ما اكس على باور ايه؟ قال لك بس تحت، بس طلعها فوق، تطلع فوق بقت اكس باور نيجاتيف 3. كده المساله ظبطت معايا، كده اشتغل دريفت. اول ما اجي اشتغل دريفت اقول ايه؟ دي واي اوفر دي اكس، دي واي اوفر دي اكس، نبتدي الشغل بتاعنا بقى 4 تايمز 5، اكتب الاكس على اصل باور 1، طيب هنا 3 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 6، اكتب الاكس على اصل باور 1، 6 تايمز هاف يدينا 3، اكتب الاكس على اصل الباور 1 يبقى نيجاتيف هاف، هاف ماينس 1 يدي نيجاتيف هاف. طيب الاخيره 7 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 21، انزل الاكس وانقص من دي 1، نيجاتيف 3 لما انقصها 1 كانها بتكبر تبقى نيجاتيف 4. كده المفروض المساله بتاعتي خلصت تمام. طيب لو انا عايز اظبطها اكتر وبين ان انا اشطر اهو، ده ما فيهوش حاجه، ده ما فيهوش حاجه، لان البار بتاعته بوزيتيف عادي، لكن ده اللي البار بتاعته نيجاتيف نعمل له ايه؟ ننزلها تحت، نسيب السريك ده وننزله تحت بقى اكس بار هاف بوزيتيف، وارجع اعمل لنفسي ايه؟ طب ما انا عارف ان اكس بار هاف دي كانت روت، كانت روت طالما البار فراكشن دي كانت روت، يبقى كده يبقى نزلتها تحت وعدلت الايه؟ الباور خليتها روت. طب نيجي على دي 21، اه دي الباور نيجاتيف خلاص نزلها لي تحت خليها بالبوزيتيف، وهي من الباور بتاعتي مش فراكشن فمش هتبقى روت ولا حاجه، تفضل زي ما هي كده. وبقى انا كده المساله بتاعتي تمام جدا، يعني انا عملت لها اخر سمبليفاي فيها.